رأي أنا يعني بخالف فون رزان في لم نرى أي إضرابات أو تحركات نضالية تطالب على الأقل بسن قانون يثبت حد أدنى للأجر ليحمي المواطن الفلسطيني أو العامل الفلسطيني. اللي بدي احكي ايضا لابد من تطوير تشكيلات النقابيه في فلسطين، هي اصبحت زي ما تحكي بنى متكلسه قديمه، غائب عنها الدور النضالي الفعلي الذي هي اصلا اسست عشانه لحمايه العامل الفلسطيني، لحمايه الموظف الفلسطيني، لحمايه الطبيب الفلسطيني، لحمايه المهندس الفلسطيني. النقابات لها دور مهم، الاحزاب غائبه تماما عن مشاكل الطبقه العامله، عن مشاكل الطالب الفلسطيني، ما زالت تتبنى الشعارات الكبيره وغائبة عن مشاكلنا الحقيقية. يعني أنا بحكي كطالب خريج، بعد أسبوعين رح أكون خريج. هل ستطعم من بطالة؟ أنا بنظر لأصحابي اللي تخرجوا قبل فصل، يعني وفعلا بيعانوا من بطالة، وفي مشكلة. أنا يعني طالب هندسة، وفي مشكلة وهي مشكلة عامة ليست فقط عند المهندسين، إنه بيضطر في النهاية الطالب أو الطالبة، المهندس أو المهندسة، إنه يعملوا في حد في أجر أدنى بكثير مما يستحق حامل شهادة هندسة، وأدنى مما تقره النقابة أحيانا. لازم إحنا نحمي بعض، يعني ما حد يرضى ابدا انه يعمل في اجر اقل من اللي بتحطه نقابه المهندسين، لانه مثلا نحكي بشكل خاص عن الهندسه، لانه اذا رضي غيره راح يرضى، وهذا بأثر على مجمل حركه المهندسين الجدد في الشارع، لانه راح يصير يهبط مستوى اجورهم اقل من حتى مما وضعته النقابه وتحاول ان تحمي به المهندس. المهندس لا يحمي نفسه على مستوى خاص بالهندسه، وتقدر تعممي هاي الفرضيه على كافه النقابات وكافه حاملي الشهادات. يعني لاحظنا من خلال الحلقة لليوم الأسباب اللي كانت أو تقع المسؤولية بالأغلب هي على عاتق الحكومة. كيف نطالب الحكومة بأن تحل مشكلة كهذه ونحن لا نملك دولة؟ ونحن هذه هي المشكلة، كيف نضع نظام سوق حر ونحن لا نملك دولة؟ أين الرأسمال الوطني؟ هنا الرأسمال الوطني في هذه الدولة، الدولة تقوم على رأسمال مواطنيها، على رأس مال مستثمريها، على رأس مال رجال أعمالها، تقوم على مساعدات خارجية لحد الآن، وأيضا على طب أوكي مساعدات خارجية، أين تنفق هذه المساعدات الخارجية؟ في تصليح الطرق، في تصليح الطرق، وماذا أيضا في تصليح الطرق؟ اختزال مشكلة الشعب الفلسطيني في تصليح الطرق. نحن ننضل لأجل الأرض أم لأجل الإنسان؟ الإنسان هو القيمة المهمة هنا في فلسطين، وليس الأرض كما يعودون دائما منذ مع عدم التنازل على الأرض. مع عدم التنازل على الأرض طبيعي طبعا، مع عدم التنازل على الأرض، ولكن 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 لن تأكل، ولكن لا أسمح لك بأن تنتقص من حقي، وأنت تقول لي أنك ستحرر الأرض وأنت تنتقص من حقي في نفس الوقت، وكرامتي، وكرامتي أيضا، وأنت تمنعني من الفقر. الفقر هو الشيء الذي يقتل الإنسان، يقتل طموحه، يقتل أحلامه، يجعله دائما يفكر في مستقبل حتى دفاعه عن أرضه. نعم، ويرسم له حدود ضيقة، ويرسم له في حياته وفي خياراته الشخصية حدود ضيقة. نحن مشكلتنا في ظل قلة الموارد واعتمادنا فقط على المساعدات، يجب علينا التركيز وبشكل رئيسي على أوجه صرف هذه الأموال. أين ستذهب هذه الأموال؟ وما هي الأولويات في السلطة الفلسطينية؟ للعلم فقط، شغل عقب وذكرها زميلة علي في أول حلقة، أن نحن الدولة، نحن سلطة ولسنا دولة، ونحتاج إلى مسميات وظيفية كثيرة. ولكن أود أن أقول لزميلة علي والمشاهدين، عدد المدراء العامين في فلسطين أكثر من عدد المدراء العامين في فرنسا، وفرنسا دولة متطورة ومن يعني من أهم الدول في العالم، ولا تعاني من مشاكل، تعاني من مشاكل لها مشاكلها، وفي البطالة أيضا هي مشكلة عالمية، يجب التنويه أنها مشكلة عالمية. النظام الرأسمالي نفس المستوى، كون فلسطين هي الأعلى نسبيا في نسبة البطالة. طبعا فيعني نحن أيضا لا نعي مشكلتنا الحقيقية في أن الإنسان هو القيمة المهمة هنا، وليس الأرض وتنازل عن مستوطنة أو فك الحصار عن غزة أو أطلقوا من الأسرى. الإنسان هو المهم في هذه الأرض، إذا كنتم تريدون أرض وتريدون تحرير اعتنوا به، فلنبني إنسان. بدي أنوه أيضا، يعني آليات الحل التي تطرحها السلطة لقضية البطالة وقضايا أخرى هي نفسها الآليات التي تساهم في مفاقمة المشكلة ذاتها. يعني آليات الحل للبطالة هي بالبطالة المقنعة، يحاول أن يستوعب أكثر في الوظائف الحكومية وفي القطاع العام، وبصنف يعني بصير الهرمية الوظيفية تتشعب أكثر عشان يستوعب أكثر وبالأجهزة الأمنية. ولكن ما اسمحوا لي، ولكن يعني مأخوذة من الحكومة هي أجور متدنية نسبيا.
لا أعرف إذا كنتوا توافقون الرأي أم لا. على سبيل المثال أجر طالب طالب أجر أستاذ المدرسة يعني هو أجر متدني 2000 وشي مش عارفة كام يعني هذا راتب بعيش يعني الحكومة تحاول حل مشكلة البطالة ولكن تمام. بالأصل أجورها متدنية نتيجة لعدم وجود قرار لما بتشتغل قضية التربية والتعليم إنه بتخلي أساتذة كبار كتير بالسن طبعا مع كل الاحترام والتقدير لإلهم وبتمنع طلاب شباب من إنهم يدرسوا أجيال صغيرة يعني مدى قدرة معلم في جيل الخمسين بأنه يعلم أطفال في سن 6 سنين 7 سنين 8 سنين يعني هاي مشكلة كتير كبيرة. طب ليش ما تجيبوا الشباب اللي هم نلاحظ الكثير أيضا هذه مشكلة بعاني منها الشباب لازم نضفناها بالحلقة. كتير من الوظائف تطلب خبرة سابقة مع العلم نعم. وخريجين جدد نعم. أنا يعني عدة نقاط حكينا فيها آخر لحظة بس في شيء مهم غياب الوعي الحقوقي عند الشباب الفلسطيني. غياب الوعي الحقوقي هو الأداة الوحيدة إن جسر الفجوة بين القانون الفلسطيني هو قانون جيد نسبيا براعي كثير من الحقوق وبيعتمد على المعاهدات الدولية وتطبيقه. مثلا توصيتك بهذا المجال توصيتك في هذا المجال توصية للشباب في هذا المجال بدي أعطي تلميح وتوصية. مثلا في القانون العمل الفلسطيني هناك مادة 86 مادة 87 مادة 89 بدي أحاول أختصر بيحكوا عن وجوب تشكيل لجنة الأجور بأمر وزاري من المجلس الوزراء. لجنة الأجور مهمتها متابعة السياسات العامة للأجور وأيضا وهذا مهم مدى ملائمتها لمستوى المعيشة يعني يجب أن يرتبط الحد الأدنى للأجر بمستوى المعيشة بوثيقة الاستقلال وبالقانون الأساسي ينص الدولة الفلسطينية يجب أن توفر حياة كريمة للإنسان. إذن الأجر يجب أن يرتبط بمفهوم الكرامة والحياة الكريمة للإنسان والمعيشة الكريمة للإنسان. هذا البند لابد إحنا الشباب الواعي لحقوقه التحركات الشبابية فعلا لازم تكون مستندة على أساس حقوقي وتكون منظمة وذات برامج لأنه القانون الأساسي فعلا والقوانين الفلسطينية فعلا فيها أمور كثير إيجابية ومهمة وتحق حقوق لنا ولكن نحن غائبين عن النضال في سبيل هذه الحقوق. شكرا توصيتك للشباب رزان. توصيتي للشباب أنهم يحاولوا يسعوا لإيجاد أسلوب تعليمي بديل كون كتير هلأ من شبابنا هم خريجين جامعات وحاملين شهادة الماستر والدكتوراة وممكن يساهموا في التدريس في الجامعة فلازم يخلقوا وعي جديد لدى الطلاب اللي بدرسوهم حتى بالمدارس كمان. يعني أنا ممكن هنا أركز على المنهاج الدراسي اللي ممكن لازم يلعب دور أكبر في أنه يوعي الشباب حول متطلبات سوق العمل الفلسطيني. شكرا. توصيتك ماجد للحكومة للحكومة الفلسطينية. أنا أطلب من الحكومة الفلسطينية أن لا تطرح لنا شعارات الدولة دون أن نمتلك مقوماتها. نحن نريد دولة ونسعى لدولة ولكن نريد دولة تحترم كرامتنا أولا ولا نجوع فيها ثانيا لكي نقدر أن ننتج لها ولكي نقدر أن نعطيها. شكرا لك. على أمل وصول صوتكم لصناع القرار على أمل حل هذه المعضلة التي تقف عائقا أمام الشعب الفلسطيني عامة وفئة الشباب خاصة الذين يشكلون الغالبية. وصولا أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا هذه دعوني أوجه شكري لضيوفي علي حمد الله رزان القاضي ماجد دغلس شكرا لوجودكم معنا لليوم. كذلك أشكركم أعزائي المشاهدين لمواصلتكم ولمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نعتذر لجميع المشاركات التي لم نستطع أخذها بسبب ضيق الوقت. لكم مني أطيب التحيات معدة ومقدمة البرنامج نورة العنطبيل. تصبحون على خير.